أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين مستمرة في تطوير البنى التحتية وتحديث القطاع اللوجستي بما يدعم توجهات المرحلة المقبلة الرامية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وتحفيزها للنمو الاقتصادي وتوفير الفرص النوعية للمواطنين. وأضاف سموه أن القطاع اللوجستي من بين القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، حيث عملت الحكومة على تحديد حزمة من المشاريع الاستثمارية الكبرى بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد ويدفع بعجلة التنمية وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 القائمة على مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة. جاء ذلك لدى زيارة سموه حفظه الله إلى مشروع توسعة مطار البحرين الدولي للاطلاع على سير العمل في المشروع، حيث أثنى سموه على جهود وزارة المواصلات والاتصالات في تنفيذ خططها وبرامجها التطويرية لتحقيق أهداف برنامج عمل الحكومة بما يلبي التطلعات المنشودة. ووجه سموه إلى تشكيل لجنة للإعداد لتشغيل مبنى المسافرين الجديد بمطار البحرين الدولي برئاسة سعادة وزير المواصلات والاتصالات وممثلين عن الجمارك والأمن العام والهجرة والجوازات بوزارة الداخلية وشؤون الطيران المدني وشركة مطار البحرين والجهات الأخرى المعنية. كما وجه سموه باستثمار مشروع تطوير مطار البحرين الدولي لإعداد جيل من الشباب البحريني المختص في قطاع إدارة المطار في إدارة قطاعات إدارة المطار المختلفة، مشيدا سموه ببرنامج تحليق الذي يعد من البرامج الإدارية الرائدة لإدماج الشباب البحريني في هذا المشروع وتطوير قدراتهم بما يسهم في تعزيز القدرات والكفاءات الوطنية في إدارة المشاريع التنموية الحيوية في البلاد. ونوه سموه بأن مشروع توسعة مطار البحرين الدولي وما سيحققه من رفعة للطاقة الاستيعابية لمطار البحرين الدولي بثلاثة أضعاف سيكون إضافة نوعية في مجال تطوير البنية التحتية للسياحة والتشجيع على الاستثمارات بجانب توفير المزيد من فرص العمل النوعية للمواطنين. مؤكدا سموه أن افتتاح التوسعة الجديدة في المطار التي تعد من أكبر مشاريع البنية التحتية سيعزز من مكانة المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي في قطاع الطيران عبر تنامي الحركة الجوية بين المملكة ودول العالم. هذا وقد اطلع سموه على ما تم إنجازه من مشروع التوسعة يرافقه سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء. وكان في استقبال سموه سعادة المهندس كمال بن أحمد بن محمد وزير المواصلات والاتصالات وعدد من المسؤولين. من جانبه أعرب سعادة وزير المواصلات والاتصالات عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد على ما يوليه سموه باهتمام ومتابعة في تطوير القطاع اللوجستي بالمملكة وتوجيهاته الحريصة على الارتقاء بهذا القطاع المهم، والذي يأتي مشروع توسعة المطار كأحد هذه المشاريع التي تلقى كل الدعم والاهتمام من سموه، منوها سعادته بالتزام الوزارة بالخطط الزمنية لمشروع توسعة المطار التي تسير وفقا لما هو مخطط لها.